السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأيها الطلبة، كما درسنا وأخذنا في الدرس الماضي أو أمس نبذة يسيرة عن كتاب إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة بأطراف العشرة لحافظ ابن حجر، وكذلك ما درسنا وأخذنا أن طريقة التعليف أو طريقة تعليف هذا الكتاب هو نفس الطريقة أو هو نفس الطريقة لكتاب تحفة الأشراف لحافظ المزي رحمه الله، يعني أن ابن حجر رحمه الله سار أو يسير في هذا الكتاب على نفس السير أو على نفس الطريقة الذي سار عليه المزي رحمه الله في كتابه تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. كما أن المزي رحمه الله صنف هذا الكتاب وجعل هذا الكتاب على طريقة المساند، فجعل الصحابة على حروف المعجم، فأولا يذكر الصحابي الذي يبدأ اسمه بلفظ حمزة كأبي بن كعب وغيرها ممن يبدأ اسمه بلفظ حمزة، ثم بعد ذلك يذكر حديثه، وإذا كان هذا الصحابي مكسر فماذا يفعل؟ أنه يجعل الراوي الذي يروي عنه على حروف المعجم. تعرفون لماذا هذا؟ لكي يسهل علينا الوصول إلى هذا الحديث بسهولة، أو نصل إلى حديث بسهولة وبدون تعب. لو إذا ما جعل المصنف رحمه الله، إذا كان الصحابي مكسر وما جعل الراوي الذين يرؤون عن هذا الصحابي على حروف المعجم أو يرتبون على حروف المعجم، فماذا؟ نتعب كثيرا في بحث هذا الحديث أو في بحث هذه الرواية، فلا نجد إلا بعد تعب كثير وبعد ضياع وقت كثير. فهم ماذا؟ إذا كان الصحابي غير مكسر فهم يذكرون أحاديثه، وإذا كان هذا الصحابي مكسر فماذا يفعلون؟ أنهم يرتبون، أو المزي رحمه الله وكذلك سار على طريقته حافظ بن حجر رحمه الله، ماذا يفعلون؟ إذا كان الصحابي مكسر فيجعل الراوي أو نقول التابعي الذي يروي عن الصحابي على حروف المعجم، فيجعل على أو أمام اسمه نقطة سوداء، نقطة واحدة سوداء، لكي تدل هذه النقطة أن هذا من درجة التابعي أو أن هذا الراوي يروي عن الصحابي. ثم إذا كان التابعي مكسر فماذا؟ إذا كان التابعي مكسر ويروي أكثر من 1000 حديث 2000 حديث، فكيف نجد حديثه؟ لابد من تقليب الجميع الأوراق الذي ذكر فيه حديثه. فماذا؟ فمن باب السحولة هم أيضا يجعلون الرواة الذين يرؤون عن التابعين ماذا؟ على حروف المعجم، لكي يسهل علينا الوصول إلى هذا الحديث أو إلى هذه الرواية. فإذا كان هناك راوي الذي يروي عن التابعي فيجعل أمام اسمه نقطتين، ماذا؟ نقطتين التي تدل على أن هذا الراوي ليس من طبقة التابعي بل من طبقة أتباع التابعين، أو هو يروي من أتباع أو هو يروي عن التابعين. فالطريقة التي سار عليه المزي رحمه الله على نفس الطريقة سار حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. وكما أخذنا في الدرس الماضي أن إمام حافظ بن حجر رحمه الله جعل هذا الكتاب
تتمة للكتاب السابق أو للكتاب حافظ من مزي حافظ المزي رحمه الله، لأن المزي رحمه الله ذكر في كتابه أطراف فقط لكتب لتسعة كتب أو عشرة كتب، وهناك كتب كثيرة التي ذكر فيه أو حديث ذكر فيها الحديث من ال أو ذكرت فيه الأحاديث مسندة، فماذا لم يذكر أطرافه الإمام المزي رحمه الله في كتابه تحفة الأشراف؟ فأراد أراد حافظ ابن حجر رحمه الله أن يسد هذا الخلل بجعل كتاب آخر ويجعل فيه كتاب ويجعل فيه أطرافا لكتب أخرى التي لم يذكر أطرافها المزي رحمه الله في كتابه تحفة الأشراف. فكما أخذنا ودرسنا مقدمة لهذا الكتاب، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم إني نظرت فيما عندي من المرويات فوجدت منها عدة تصانيف قد التزم مصنفوها الصيها، فمنهم من تقيد بالشيخين كالحاكم ومنهم من لم يتقيد كابن حبان. فقال: فجمعت أطرافها على طريقة حافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه. فهمتم مشايخ؟ هذا كلها أخذنا أمس. وكذلك أخذنا أمس أن حافظ ابن حجر رحمه الله يذكر فيه أطرافها فقط 11 كتبا. كم؟ 11 كتبا، ولكن هو حينما سمى كتابه قال العشرة، يعني فقط يذكر أطراف لكتب إلى 10 كتب، ولكن هناك كتاب فيه نقص أو لم يوجد هذا الكتاب بكامله، فأراد أن يسد خلل هذا الكتاب بكتاب آخر، فجعل هذه الكتب أو جملة هذه الكتب أو جعل عدد هذا الكتب 11 كتبا أو 11 كتابا 11 كتابا. فالكتاب الذي يذكر فيه أن حينما يذكر الأطراف ماذا؟ أنه لم يذكر اسم الكتاب كامله، بل يستخدم لهذه الكتب الرموز. ماذا يفعل حافظ ابن حجر رحمه الله؟ ويستخدم لهذه الكتب الرموز، فيقول: وجعلت لها رقوما أبينها فللدارمي، وقد أدلقها عليه الحافظ المنذري اسم الصحيح فيما نقله عن الشيخ فيما نقله عنه الشيخ علاء الدين المغلطاي فيما رأيته بخطه. ماذا يقول؟ يعني أنه يذكر في كتابه إتحاف المحرى رموز دارمي، ولم يذكر حينما يذكر أطراف هذا الكتاب الدارمي بكامله باسم الكتاب، بل يستخدم له الرموز، والرموز للدارمي ماذا؟ ميم يا. ثم بعد ذلك يقول: ولابن خزيمة خز، ولابن خزيمة خز، يعني إذا ذكر الطرف واستخدم أمام هذا الحديث خز، فيتبادر إلى ذهنك ماذا؟ أنه أراد بخز خزيمة. وهذا هو الكتاب الذي لم يجده حافظ ابن حجر رحمه الله بكامله، فانتقل إلى كتاب آخر وشمله في هذا الكتاب، وجعل هذا الكتاب وصار هذا الكتاب 11 كتابا. ولابن جارود وقال: وقد سماه حافظ ابن عبد البر رحمه الله وغيره لهذا الكتاب صحيحا، ويقول: ولابن جارود استخدم رمز جاء جيم ألف جاء. وكذلك لأبي عوانة: الأصل هذا الكتاب هو المستخرج على صحيح مسلم، ولكن فيه زيادات كثيرة ومفيدة وجيدة. فيقول:
أجعل في هذا الكتاب أو جعلت في هذا الكتاب أطراف مستخرج على صحيح مسلم لأبي أعوانا وجعلت لهذا الكتاب رمزا عين هاء عين هاء أه وكذلك ولابن حبان حب وللحاكم أبي عبد الله في المستدرك كم ثم يقول أضفت إلى هذه الكتب الستة أربع كتب أخرى وهي المؤتى لإمام مالك فهذا لا يستخدم الرموز لمؤتى بل يكتب مؤتى وكذلك لمسند الشافعي لا يستخدم الرموز بل يكتب مسند الشافعي وكذلك لمسند أحمد بن حنبل لا يستخدم الرموز أو أحيانا يستخدم الرموز وشرح معاني الأعصار للطحاوي وكما ذكرت لكم أنه لا يوجد مسند أو مؤطى لإمام أبي حنيفة رحمه الله فأراد أن يسد هذا الخلل باشتمال أو بشمل كتاب الإمام الحنفي الطحاوي رحمه الله فجعل على مقام أبي حنيفة كتاب لإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله شرح معاني الآثار ثم بعد ذلك ويستخدم لهذا الكتاب رمزا طح طحاوي طح وكذلك الكتاب الحادي العشر وهو الدارقطني سنن الدارقطني ويستخدم له رموز قط ماذا؟ يستخدم له الرموز القد فيقول إمام حافظ بن حجر رحمه الله أني الإمام مالك مؤطى الإمام مالك ومسند الإمام شافعي ومسند لأحمد بن حنبل لا أستخدم الرموز بل أذكر اسما كاملا ويقول في نهاية مقدمته وطريقة التخريج منه لا تختلف عن طريقة التخريج من كتاب تحفة الأشراف للمزي رحمه الله يعني أن هذا الكتاب صنف كما صنف كتاب تحفة الأشراف أو هذا الكتاب تتم لكتاب تحفة الأشراف فطريقة التخريج وهي نفس الطريقة كما عرفنا كيف أو كيف كما عرفنا كيفية التخريج من كتاب تحفة الأشراف فنكتفي بهذا القدر ونلتقي في الدرس الجديد بشيء جديد فإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.